المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وخاصة فيما يتعلق بمستحقات الإقليم، مشددين على ضرورة ضمان استحقاقات الكرد في الحكومة الجديدة. وطلب مواطنو خنقين الحكومة الاتحادية بصرف رواتب الموظفين التي قطعت منذ 9 أشهر من قبل الحكومة السابقة. عباس الأركوازي والتفاصيل. طالب مواطنون من مدينة خانقين الحكومة الاتحادية والأعضاء الكرد في مجلس النواب العراقي بالإسراع بحل المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم وحكومة المركز، وفي مقدمتها رواتب موظفي الإقليم التي قطعت من قبل الحكومة الاتحادية السابقة مع بدء عام 2014، مؤكدين على ضرورة عدم غض النظر عن استحقاقات شعب الإقليم واعتماد النوايا الحسنة في التعامل بين الطرفين. احنا كموظفين إقليم كردستان صار أكثر من 9 أشهر الرواتب مقطوعة علينا، وإحنا بدورنا نوجه سؤال الحكومة المركزية بأي حق يقطع عقود الناس وبأي حق يفرض حصارا اقتصاديا على الشعب الكردي في الوقت الذي يعتبر الشعب الكردي المكون الرئيسي في العراق وشريك حقيقي في إدارة الحكم. لذا نطالب الحكومة المركزية وخاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور العبادي أن تقوم بأسرع وقت بإرسال الرواتب وجميع الاستحقاقات. جاي مر علينا 9 أشهر مال الرواتب، بالنسبة لرواتب الإقليم طبعا مستقطعة من قبل الحكومة العراقية، وجاي بالنسبة لشسم الاستحقاقات البرلمانية طبعا نفس الشيء، الوزارات ما موزعة بشكل دقيق وبشكل عادل، فنطلب من البرلمان العراقي وبشكل خاص نطلب من الكتلة الكردستانية الضغط على البرلمان ومن بدورهم الضغط على الحكومة العراقية لصرف رواتب الموظفين الكردستانيين والإنصاف ب الوزارات الكردية في الحكومة العراقية. فهنالك مثلا نرى أن قطع راتب الموظفين لمدة 9 أشهر تحت أي حجة قطعت الرواتب؟ هناك هذا السؤال طبعا مخيف. نحن يجب أن نتأكد على الشراكة، على الشراكة الحقيقية، إطلاق راتب الموظفين هذا من حقهم، حق يعني حق مشروع، وليس من احد ان يعطيه ام لم يعطيه. ومن جانبه اكد عبد العزيز حسن حسين النائب في البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني ان المفاوضات مستمره، وسوف لن يتخلى اعضاء البرلمان من التحالف الكردستاني عن استحقاقات الشعب الكردي. وفد الكتل الكردستانيه انعقدت 9 جلسات مع وفد التحالف الوطني، واتت الى بغداد معها، كانت معها ورقه عمل ذو بعدين، البعد الاول بعد وطني، وبعد الثاني بعد استحقاقات الدستوريه لاقليم كردستان. ونحن شاركنا بشروط، وهذه الشروط يعني المدة، السقف الزمني 3 أشهر، ننتظر بما يجب أن يعمله الحكومة القادمة حول استحقاقات الشعب الكردستاني. من الضروري في هذا الوقت الحرج من تاريخ العراق اعتماد حسن النوايا بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ومعالجة جميع الإشكالات وفق ما نص عليه الدستور العراقي، ابتداء من حقوق وامتيازات البيشمركة والمادة 140 ومسألة توزيع الثروات ورواتب موظفي الإقليم، وانتهاء بالاستحقاقات الدستورية في الحكومة الجديدة. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، عباس الأركوازي. إلى العناوين. الرئيس مام جلال يستقبل في مدينة